المشاركة الانتخابية النهاردة؟ المشاركة الانتخابية دي من أنزه الانتخابات اللي شفناها. أنا راجل عندي 64 سنة، تمام، أنا معاش. اللي أنا شفته النهاردة حسسني إن إحنا كلنا مع البلد، كل الشعب المصري، شباب وشيوخ وكبار ومعاقين وتعبانين، كلنا مع البلد. احنا جايين عشان نوقف بلدنا على رجليها. احنا نضحك علينا كتير، المره دي مش هنضحك علينا ابدا. مصر هي فوق راس الجميع، تاج فوق راس الناس كلها. مصر والجيش والشرطه ممشيين الانتخابات حاجه، يعني بعد كده ده عيد. عيد حضرتك ده بيتعمل النهارده يعتبر عيد. احنا جايين نقول للسيد الرئيس احنا وراك وقدام ومعاك وخدامينك وفوق راسنا اليوم القيامه. سياده الرئيس السيسي ربنا يعينه، بس بنقول اللي حواليه يشتغلوا شويه، معلش. يعني انا مش شايف غير الشرطه والقوات المسلحه هي اللي تعبانه في البلد دي. انا مش شايف غير كده. انا راجل مصاب عمليات حرب 73، باخد معاش من 73، ولكنني حرصت ان انا اجي على اساس ان البلد دي بلدي وبلد ولادي واحفادي، تمام. انا مش شايف قدامي غير الجيش والشرطه اللي شغال. بقول لهم اتقوا ربنا في الراجل المحترم اللي احنا اخترناه.